هنسأل سؤال بسيط في أول المحاضرة، هل ممكن نستعمل classical mechanics to describe systems of many particles؟ كمثال على كده ناخد المثال بتاع 1 مليمتر كيوب دوت بلاد، يعني ناخد 1 سي سي اوف بلاد ونشوف البارتيكلز اللي فيها تتحرك ازاي. لو احنا بنتكلم على translational motion in 3D، بنتكلم على ان البارتيكلز بتاعت البلاد دي او المولكيولز الموجوده جوه البلاد دي هتتحرك translational motion in 3D، يبقى معنى كده هيبقى في عندنا الايكويشن اوف موشن هتبقى حاجه بالشكل ده كده. التغيير في الفيلوسيتي مثلا من تي يعني تي بلس دلتا تي هيبقى عباره عن الفيلوسيتي الاصليه زائد الاكسلريشن تايمز دلتا تي. اوكي، طبعا لو احنا بنتخيل هنا الاف اي على ام هي عباره عن الاكسلريشن، وطبعا الكلام ده كله في الاخر بنطبقه على 3 دايمنشنز. يعني معنى كده بنتكلم على ان احنا عندنا 6 مالتيبليكيشنز و6 اديشنز بير بارتيكل. لو انا بتكلم على ان عندي 10 19 بارتيكل، وده عدد الحقيقه ما هوش يعني ما هوش انلايكلي، يعني هو العدد ده ممكن يبقى اكتر منه كمان موجود في الحجم ده من البلاد. بمعنى كده بتكلم على ان عندي 10 اس 20 اوبريشنز ريكوايرد بير انترفال، يعني كل دلتا تي لكل تغيير من تي لدلتا تي بيبقى عندي العدد ده من الاوبريشنز مطلوب. لو انا عندي كمبيوتر الكمبيوتنج كابابيلتي بتاعت 1 جيجا اوبريشنز بير سكند، بحتاج 10 اس 8 سكندز اللي هي عباره عن 3 ييرز. يعني معنى كده ان احنا بنتكلم عشان نحسب مجرد بس ان انا بحسب مثلا من 1 سكند من تايم تي بتساوي 1 سكند لغايه تايم او تغيير من 1 سكند لغايه 1.0001 مثلا. اوكي، بحتاج 3 سنين عشان احسب الحسبه دي. يبقى معنى كده ان احنا براكتيكالي ما نقدرش نتراك البارتيكلز الموجوده باستعمال الكمبيوتيشنال كابابيلتيز الموجوده عندنا. فمش منطقي ان احنا نبتدي نتكلم على سيستمز اوف ماني بارتيكلز باستعمال الكلاسيكال ميكانكس.